الله وبركاته. يمكننا تصنيف الفكر من ناحية مرونته إلى تصنيفين رئيسيين: التفكير الجامد الراكد والتفكير المتحرك. التفكير الجامد هو يكون مدموغا كثيرا الدغمائية، يكون اسمه آخر التفكير الجامد هو الدغمائية. التفكير الشخص الدغمائي هو شخص يؤمن بقضية ما، بأمر ما، بفكرة ما، بمبدأ ما، يكون متأكد ومتحمس هذه الفكرة وغير مستعد لنقاشها، ولا يفهم سبب حماسه هذا. من ناحية لا يمكن تفسير هذا الحماس والثقة بهذه الفكرة بأسباب عقلانية، وإنما يكون متحمس فقط لأسباب ذاتية عاطفية. الفكر الجامد هنا تجدونه آتيا، مياه آتنة متعفنة. أيضا الرسول نهى عن التبول في المياه الراكد لأنه هذا البول، ويمكن تسميه الأفكار السيئة، الأفكار الجامدة، أو الأفكار التي كانت فعالة ومؤثرة في وقت من الأوقات، ولكن في وقت الحالي غير مؤثرة. هذه الأفكار، هذا البول الفكري لا يمكنه التصرف إلى مكان آخر، ولذا يبقى هنا راكدا ويسبب التعفن. ولكن الصنف الثاني من الأفكار هو صنف الأفكار المرنة المتحركة. نحن هنا نجد الأفكار، الظروف تتغير، الأمور تتغير في الحياة، أفكار جديدة، أمور جديدة يتم اكتشافها، نظرة الإنسان للحياة تتغير، ولذلك يجب علينا أن نغير أفكارنا. نحن يجب علينا أن نكون ألا نبدل مبادئنا، أن يكون لدينا مبادئ معينة، خاصة في زمن العولمة التي تجتاح العالم و تنصف فيها الحضارات القوية والأفكار القوية التي تملكها وسائل الإعلام القوية المؤثرة. وبالذات هذا العصر يجب علينا أن نحافظ على مبادئنا، ولكن يجب أن يكون فكرنا متغير. فالمبادئ نحافظ عليها، ولكن الأساليب تتغير. قام نفر من العلماء الألمان فيها كان كله. إذا نغير طريقة تفكيرنا ولا نذهب إلى هذه الناحية، نذهب إلى هذه الناحية. هكذا قام العلماء الألمان، قام العلماء الألمان بمراجعة الحيوانات والحشرات التي استطاعت التأقلم، التي عاشت أكثر فترة في العالم، أطول فترة، مثل النمل والقرش. القرش له في العالم ما يقارب 200-300 مليون عام. النمل أيضا من أقدم الحشرات على وجه الكرة الأرضية. قاموا أولا بجمع كل هذه الحشرات والكائنات التي عاشت أقدم الحشرات وأقدم الكائنات التي تعيش حتى اليوم، وقاموا بمحاولة استكشاف سبب بقاء هذه الكائنات. لماذا هذه الكائنات بقيت حتى الآن منذ 300 مليون عام وحتى الآن، وكائنات أخرى انقرضت، الديناصورات انقرضت؟ فحددوا عدة معايير. أولا المعايير البقاء، في معايير الأكثر في قطاع البقاء هي المعايير أو المعايير القدرة على الانتشار، وأحد المعايير هو المرونة، القدرة على التأقلم مع الظروف. ولذلك إذا أسقطنا هذه الفكرة على الحضارات، فيمكننا القول أن الحضارة التي يمكنها أن تعيش أكثر مدة من الزمن هي الحضارة التي يمكنها الانتشار، ولكن أيضا الحضارة التي تكون مرنة بما فيه الكفاية لتغيير نفسها وأساليبها. ونعم.
ننتهي في معكم. هذا كان فيلم ارتجالي، ننهي هنا. وفي الأخير، غبي من لا يطالع، مقلد من لا يطالع، أرنب من لا يطالع، ولا يتفن غبي المقلد. ابحث جوجل مدونة مبادراتنا، مدونة مبادراتنا، مدونة تحترم عقلك. انتهى.